كن حذراً إذا رأيت ملابس معلقة على زجاج سيارتك الأمامي، فلا تقم بإزالته بنفسك على الفور، بل يجب عليك أن تنتظر قليلاً وتفكر جيداً في الأمر، وإلا أصبحت ضحية سرقة، وربما يتطور الأمر إلى جريمة قتل. ولكن كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ هذا ما سنعرفه معاً في الدقائق القليلة القادمة. إحدى الضحايا كانت فتاة في المملكة المتحدة، إذ لاحظت الفتاة شيئاً غريباً للغاية في سيارتها، وعندما اقتربت وجدت أنه قميص رمادي عالق في مساحة الزجاج الأمامي للسيارة. أخذت تنظر حولها وشعرت برعب شديد، لكنها لم تتوقف لإزالة القميص الذي أحست بأن هناك خطب ما. وبعد مرور عدة دقائق لاحظت أن هناك سيارة تلحق بها، فتوجهت إلى أقرب مركز شرطة على الفور، لتكتشف بعد ذلك أنها طريقة جديدة أصبح اللصوص يعتمدون عليها للسرقة والاختطاف. فعندما ينظر الناس إلى الملابس المربوطة على زجاج سيارتهم، فإنهم يتسرعون ويرتكبون خطأ كبيرا بإزالتها، وهذا ما يريده اللصوص، فيقومون بالهجوم عليك من الخلف ومحاولة تقييدك أو تخديرك، إذ يكون القميص مربوطا بشكل جيد ليستغرق الضحية عدة دقائق في حله، مما يتيح لللص فرصة كافية للاعتداء عليك وسرقة متعلقاتك. وفي بعض الأحيان قد يترك الضحية مفاتيحه داخل السيارة، يكون من السهل على اللص القفز داخل السيارة والإسراع بقيادتها هاربا بها، فهذه الطريقة تتسبب في حدوث المئات من حوادث السرقة والاعتداء والاختطاف في الآونة الأخيرة، وفي عدة دول مثل الأرجنتين وإسبانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. لذلك فعليك إذا وجدت قطعة قماش أو أي شيء غامض عالق في سيارتك بشكل مريب ألا تحاول إزالته، بل ادخل مباشرة إلى السيارة وانطلق بعيدا عن المكان، والأفضل أن تتوجه مباشرة إلى مكان عام تشعر فيه بالأمان، ثم تبدأ في إزالة هذه القطعة عن سيارتك، وبالأخص إذا كانت سيارتك مركونة في مكان نائم أو شارع بالغ الهدوء. أما إذا كان هناك شخص ما يتبعك فلا تتردد في استدعاء الشرطة على الفور.